جزء بقى في الاهلي عشان ارجع للزمالك تاني مع خليفه وارجع لك برضو في الزمالك. بس النهارده في الاهلي حتى لو حسيت انه زي ما اتكلم النهارده مارسيل كولر انه متضايق شويه من الاداء وانه متضايق شويه مش عارف المستوى وان الامور الذهنيه قليله، بس تحس الاهلي واقف على رجله، عنده ثبات مش طبيعي على الارض في المستوى، في الامور الهجوميه، في الامور الدفاعيه، في حد ادنى دايما الاهلي عارف يوصل له دلوقتي. خلاص وضح بشكل كبير جدا يا كريم ان النادي الاهلي في المباراه المتبقيه المؤجلات بتاعته في الدوري العام، النادي الاهلي هيخش المباراه دي بروقان. هتلاقي النادي الاهلي فريق رايق. النهارده النادي الاهلي قدام الاتحاد سكندري اول 10 12 دقيقه النادي الاهلي قدر انه يحرز هدفين، رجع لعب تحت الكوره ولعب على الاخطاء في اداء اقتصادي كبير جدا. الاداء الاقتصادي ده مش معناه ان النادي الاهلي ما كانش بيلعب بجديه او اللعيبه ما كانتش بتلعب بشراسه في الالتحامات او اللعيبه كانت سايبه المباراه، ولكن خلاص انا خدت المباراه اللي انا عاوزها، وبقى النادي الاهلي بيصير الامور وبيصير ظروف المباراه زي ما هو عايز. شفت ايه حلو بقى في الاهلي؟ ميزه بقى، ما انا جاي لك بقى في كلامك كريم. ميزه من مميزات مارسيل كولر، كل ما السيزون بيعدي بتكتشف ان في خط من خطوط النادي الاهلي هو المتميز جدا. كنا بنتكلم فتره فاتت على نص الملعب وحمدي فتحي ومران عطيه، النهارده بقى اقوى اداه واقوى وسيله عند مارسيل كولر موجوده معاه هي الاجنحه، بيرسي تاو وحسين الشحات، وطبعا كهربا مع الاثنين اجنحه دول، الثلاثه دول عاملين ثلاثيه رهيبه مع النادي الاهلي. فانت النهارده خلاص بقى الاعتماد الكلي على بيرسي تاو اللي هو بعتبره واحد من افضل اجنحه اكيد موجودين في مصر، والناحيه الثانيه حسين الشحات اللي بيعيش افضل 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 فتراته. النهارده قبل ما نخش على الحالات سريعا، زوران ماشي، زوران خد ريسك كبير جدا يا كريم، نسي ان هو بيلعب النادي الاهلي. ما ينفعش تلعب بالنادي الاهلي خط دفاع متقدم، لان ابسط حاجه الاثنين سرعة جدا الوينجات بتوع النادي الاهلي هيخطفوك. تعال نشوف بالحالات ازاي مارسيل كولر باقل اداء وباقل مجهود قدر النادي الاهلي من اول مباراه خالص. دي عاوز اقول لك، دي في اول مباراه عاوز اوريك هنا النادي الاهلي بيحضر من تحت. هتلاقي بص اليو ديانج على طول ممسوك من الراجل لعيب نص ملعب بتاع نادي الاتحاد سكندري. عاوزك تتفرج على حسين الشحات وعلى بص حسين الشحات على طول يا كريم واقف في الحته دي، بص المهاره بتاعته بيسبق الاثنين على طول. ولكن قبل ما الكره تلعب لحسين الشحات عاوز اقف لحظه قبل ما تلعب عشان اشوف طريقه اتحاد سكندري كان واقف ازاي. سريعا ارجع على طول، ارجع على طول كمان لغايه قبل ما الكره تتلعب لحسين الشحات. زوران عارف كويس جدا ان المشكله الكبيره اللي هتقابله هو ان الجبهه بتاعت علي معلول وبتاعت حسين الشحات. فالراجل عمل ايه يا كريم؟ لعب بخمسه، هتلاقي بقى 1 2 3 4 وخلى الخامس، خلى الباك يخش لجوه علشان خاطر لما حسين الشحات يسحب الباك لبره يبقى في واحد عامل التغطيه. فادي خمسه، فدي اول كره في المباراه في الدقيقه الاولى. نسيب الكره تكمل عادي مفيش مشاكل. الكره يا كريم اتلعبت دي كربونه من الهدف اللي جه للنادي الاهلي اللي حصل منه على ضربه جزاء، دي كانت في الدقيقه الاولى. نشوف الحاله اللي بعدها نفس الكلام برضو يا كريم، الخمسه اللي موجودين بتوع نادي اتحاد سكندري امسرق على طول على طول حسين الشحات في ظهر الدفاع وبمهارته الفرديه واحد والتاني وامر اصلا. يا كريم ده معناه ايه؟ زوران خطا كبير جدا ان انت تلعب النادي الاهلي بالسرعات دي، تلعب بهاي لاين النادي الاهلي يلعبك في ظهر الكره. تبص يا كريم المساحه الفاضيه، اياك تلعب قدام النادي الاهلي بالسرعات اللي عنده دي بالطريقه دي. نشوف الحاله اللي بعدها عشان اوريك مدى استغلال وقوه النادي الاهلي في الاطراف. خلاص ممكن نشوف الحاله اللي بعدها على طول. تمام، دي كوره دي هنا ضربه، دي طبعا المهاره الكبيره جدا من حسين الشحات دي في الدقيقه الرابعه، والكوره الاولانيه كانت في الدقيقه الاولى. مفيش حالات تاني؟ هي في ممكن تكون مكمله في انا مش هي معروضه. قولوا لي قولوا لي يعني خلونا تمام قوي. دي كوره تانية برضو يا كريم نفس، بس هي من الاول تيجي ماشي مفيش مشكله. في الحاله اللي بعدها كمل مفيش كمل يلا يا جماعه عشان الوقت هنا برضو نفس الكلام يا كريم. بيرسي تاو بياخد الطرف وبيلعب الكره الكهرباء والثلاثي اللي بقول لك عليه، بيرسي تاو وكهرباء وحسين الشحات. نكمل برضو الحاله دي لغايه برضو ما نادل هنا برضو نفس الكلام. بص الضغط العالي بتاع النادي الاهلي يا كريم، خطف الكوره على طول نفس الكوره اللي فاتت بالظبط كربونه، وحسين الشحات وبيرسي تاو بيعمل كات باك او كات باس لمحمود كهربا وبيحرز الهدف الثاني للنادي الاهلي. بعد كده النادي الاهلي ساب الاستحواذ كله ولعب تحت الكوره واستغل الاخطاء اللي موجوده والمساحات اللي موجوده عند زوران بعد الاندفاع من اتحاد سكندري، والاتحاد سكندري يعني بعد فتره قدر ان هو يمسك كوره شويه، ولكن النادي الاهلي كان بيضربه في المساحات الموجوده. عاوز اوريك بس كوره كمان موجوده لبيرسي تاو، هي بس الاعداد احنا خدنا فيها كتير. نشوف الحاله اللي بعدها يا كريم عشان اوضح لك قوه. لا يا جماعه ما نجيبش الاحتفالات على طول ماشي. على طول هنا برضو ده ضغط النادي الاهلي، الضغط العكسي بتاع اللي موجود عند النادي الاهلي. وعاوز اوريك ان النادي الاهلي اول ما بيخطف الكوره
اول ما نادي الاهلي يخطف الكوره برضه هيلعب في ظهر الوينجات. بص يا كريم هنا مروان عطيه هيقطع الكوره على طول، علي معلول لحسين الشحات التحول على طول، خط دفاع متقدم هلعب لك في المساحات الفاضيه. النادي الاهلي فضل طول المباراه بيلعب على الكور دي، انا عارف الوقت ضيق ولكن كل الحالات يا كريم نمطيه جدا، خلاص مش مشكله ممكن كل الحالات اللي كانت متبقيه. النادي الاهلي اول 45 دقيقه كان بيستغل ان زوران بيطالع بالخط الدفاع بتاعه متقدم وكان بيلعب على طول في على الطرف. هنا نفس الكلام برضو القندوسي لما حسين الشحات بيسحب معاه، دايما كل اللعب يا كريم دايما على الاجناب وعلى الاطراف، فده تفوق كبير جدا من مارسيل كولر وتفوق كبير جدا من منظومه مارسيل كولر واجنحه النادي الاهلي.